90 اللي يخلي نعجز تفارق خياله. عاد اركبني ياسر الاخيره تتأمر. بعد يلي علينا تشيخ بريالك يلا. يقول يلي علينا هذاك واحد قال لي طف العمر جابيني وبينه سوء تفاهم وقال لي يا رجل كل تراب انا ما تونسني انت دايم يقول يعني الدراغون تونسني. فنعطيه الذي جهزتها لهم ترستها له في العريكة وكتمتها له في الحافظة وعطت هي قلت لها اسمعني قلت لها يلي علينا تبي تشيخ بريالك يلي علينا تبي تشيخ بريالك اخيه منكم من شرواك يا الخيخة ما شاخ علينا ابوك وجدك وخالك وشلون علينا تبي تاخذ الشيخة. تحياتي واشواقي اخوكم سعود القحطاني العمر يبلغ 30 سنة. كيف شرار ها اعجبك انا بس يعني لو احنا يعني دندون عن ام الحاله. اي والله يا ربي امانه صدق يوم كلمت تسلمني في الكابينه امانه بكيت علي ابكي دموع 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 بكي لطم لطم لطم. يقولون يحلفون بالله صديقات السنس ما ترقدين على صوتي تبكي. اي والله يفكون من الصوره وش يجيب الصوت لا هذا سعود هذه مريحه سعود يا بنت الحلال الصوت ما اقدر ما اقدر ما اقدر انا بعد اقول لك شيء وش تذكرت ما وش عمه 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 لا وبعد بعد وش تذكرت بعد وش يوم قلت انت ما في مثل الرجال مثلك قلت انك يعني قادح تقولك ملعون يعني ما حد قواك تقولين عن ابوك ما حد عقرك بس والله عقروني عطران الشوارب. اي والله سلط على عمرك اي والله بس تبين صدق اول كنتي لحالة والله يا سعود من لقيت صوره ييوه. والله لو اوريك اياها خليك تصيح الله. الصوره مصوريني كنت هناك لا برسلها لك بعدين في الوقت انا احس بها صوره يعني يمكننا وياك يوم احنا كنا لا والله انا ما عندي لكم الا نكبات صراحه غير النكبات انا ما عندي. تذكرين قبل يما كنتي يوم كنت انا خصخص عليك يما ودي اصارح اسوي شيء ترى اول كنت اكذب عليك اقول صديقتك تحرشت فيني وكنت ابيك يعني تغارين علي ولا انا ترى كذاب ما حد تحرش فيني الصدق يعني. كذاب الله يرضى عليك. اساس في شيء لا يعني كنت شفتك بارده باتجاهي قلت خليني بكذب عليها علشان تهتم فيني اكثر واكثر. عشان والله صديقتك ذيك انا شفتك حذفتيها والله قطعت قلبي وهي تقول الله لا يوفقه الله لا يوفقه يعني ما كان لها ذنب بس انا كنت يعني شفتك يعني نقصت اهتمامي كنت خليك يعني تزودين شوي اهتمامي. اي واحده من صديقاتي كلهم ما يدانونك يعني ولا واحده فيهم دانك ذيك اللي كانت قصه بويا ذيك اللي شعرها اللي قلت انا كركم وقعدت انت تضحكين عدها قلت كركم قلت انت خلاص عاد لا تعيدها ترك فليتها يمكن انت تضحكين منها اول مره ثم يوم قلت انا مره ثانيه قلت انت خلاص عاد تزودها كل شيء على بالك كل تقول كركم الله ياخذك يا سعود كل صديقاتي عندي في البث كل واحد فيهم شكت في نفسها كلهم متباقس معهم لا هم صراحه يقولون انت اللي يعني يقولون انت يعني انت وياها يعني كنتوا يعني بينكم بعدين اقول لك اتمنى ما يكون في ارسل صراحه اللي سبتني حسبي الله عليها الله لا اله الا الله نسير بعير ما راح ينسى علي الحرام من الا الحين ادعي عليها واكذب عليها سيدي قلت ما ادعي عليها آه.
خلاص. والله يا يوش إني تقطع قلبي والله العظيم. أنا كنت قبل داشر والله لازم داشر كلاب ما كان يجيني ذي الأشياء. ما قد عمري كل ما تكلم عن أحد أشكيله قال ضريبة الشهرة ضريبة الشهرة. وكنت في وصادقين ضريبة الشهرة تعرف تمسك لسانك عشان بعدين لحد ضربك ألم زي ما يقولون يقول شكرا يعطيك العافية ستصير أحسن تصير مؤدب. ممكن سمعك هدا الله سترك سمعنا طفي قحطان احنا في رومانسية قحطان السياحة وصدني ما ادري عنها ما قاسمها كمل. وش خل بس الكويس خل كوبيس ارحم ارحم كمل الدراما كمل الشرف ما بعليك يا في واحد طلع عندي الدباب يصور كذا يبغى يصور للدشير اخوياك يعني تتابعوني هنا يعني ابو البتكس اللي تستعملونه حق الفرشات صور يا رجل يبون يشوفون طولك ايش خايف